الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة أحاديث كتاب الوضوء من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس ليقعوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قوله في هذا الحديث: قام أعرابي. الأعرابي الرجل الذي يسكن في البادية ويتنقل فيها. قوله: فبال في المسجد، أي في طرف من أطرافه، قضى حاجته. فتناوله الناس، أي أنهم قاموا إليه وسعوا إلى أن يكونوا عنده ليقعوا به، إما ليضربوه وإما ليتكلموا عنه وعليه ويزجروه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه، ولا تتناولوه بشيء من العقوبة اللفظية أو بالزجر حتى ينتهي من بوله، من أجل ألا يلوث بقية المسجد. قال: وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أي أريقوا وصبوا على مكان البول سجلاً، يعني دلواً وإناءً يوضع فيه الماء. فإنما بعثتم ميسرين، أي من طريقتكم وهيئتكم أن تسهلوا على الناس وأن تيسروا لهم العمل بأحكام الشريعة، ولم تبعثوا، أي لم يطلب منكم أن تكونوا معسرين، تقومون بتعسير الأمور عليهم وتضييقها. ففي هذا الحديث صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه، وفي هذا الحديث أيضا تحريم البول في المسجد، وفيه بيان أن البول نجاسة، وفيه أن أفراد الناس لا يحق لهم أن يعاقبوا أحداً لمخالفته إلا بإذن من الشارع أو ولاية. وفي هذا الحديث أيضاً طهارة النجاسة التي تقع على الأرض بصبة واحدة من الماء، وأنه لا يلزم التكرار فيها. وفي هذا الحديث أن الطهارة تحصل بالماء، وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على أن النجاسة لا تتم إزالتها إلا بالماء فقط. قالوا: لأنهم هكذا يفعلون في إزالة النجاسة في عهد النبوة. وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه يمكن أن تزال النجاسة بإزالة عينها ولو لم يكن هناك غسل بالماء، واستدلوا عليه بعدد من الأخبار الواردة في هذا. فمن ذلك أن الناس في الزمان الأول كانوا يمسحون سيوفهم التي فيها الدماء بخرقة ونحوها ولا يغسلونها ويكتفون بذلك. واستدلوا عليه أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما
يقع في الخفاف ونحوها من نجاسات الأرض قال يطهرها ما بعدها ونحو ذلك من النصوص. وفي هذه الآيات وفي هذا الحديث التيسير على الناس في الأحكام الشرعية وعدم التعسير والمشقة عليهم. وفي الحديث أيضا المقارنة بين المفاسد والمصالح وتقديم أعلى المصلحتين على أدناهما ودرء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما إذا لم يمكن درؤهما جميعا. فعندنا مفسدتان، أولاهما ترك الرجل يكمل بوله، والأخرى إزالته عن ذلك المكان وجعله لا يكمل البول فيه، لكن يترتب عليه انتقال النجاسة لأمكنة أخرى. فاختير الأمر الأول لأنه أدنى في المفسدة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فوضعه في حجره يحنكه فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. قوله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، أي أن صغار السن ممن ولد حديثا يؤتى بهم للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدعو لهم ومن أجل أن ينالهم شيء من بركته. قال فيدعو لهم، أن يطلب من الله جل وعلا لهم بعض ما ينتفعون به من أمور دنياهم وأمور آخرتهم. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بصبي، والصبي يطلق على الذكر. قال فوضعه في حجره، أي أنه جعل هذا الصبي على رجليه وهو جالس. قال يحنكه، أي يأتي بشيء من الطعام من التمر أو غيره فيمضغه له ثم يضعه في فمه من أجل أن يكون ذلك من أول الطعام الذي يدخل في جوفه، فيكون من أسباب ورود البركة عليه ببركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك الصبي بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب ماء فأتبعه إياه، أي نضح مكان بول الصبي بذلك الماء ولم يغسله. والغسل فيه فرق وتأكد من إزالة ما وقع في الثوب. ففي هذا الحديث من الفوائد بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان يحنك الصبيان، والتحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس من الأمور التي تكون لمن بعده لعدد من الأمور. أولها أن البركة في النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بالدليل، ولا يصح لنا أن نثبت بركة في محل إلا بناء على دليل. فمن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم سواء من الصالحين أو من العلماء أو من الأولياء لا نثبت لأحد منهم بركة إلا بمقتضى الدليل، ولم يرد دليل بذلك. والأمر الثاني أن الصحابة لم يكونوا يفعلون مثل ذلك إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما أجمعين والحسن والحسين وبقية الصحابة وعلماء الصحابة وعبادهم،
لم يكن أحد منهم يحنك الصبيان، وإنما كان هذا خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان مثل هذا يثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم لطلب النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته أن يفعلوا مثل ذلك، فلما لم يطلب منهم ولم يكن منهم ذلك الأمر قيل بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نكتة غريبة، قيل بأن مسيلمة قيل له بأن محمداً يحنك الصبيان ويدفل في الآبار فتفيض بالمياه، فكان مسيلمة الكذاب يفعل ذلك، فما من صبي حنكه إلا انكسر حنكه، وما من بئر تفل فيها إلا ذهب ماؤها ولم يبق منه شيء. ومن فوائد هذا الحديث أن بول الصبيان نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيها النضح ولا يلزم الغسل بخلاف بول غيرهم. وهذا في الصبي الذي لم يطعم الطعام، أما من أكل الطعام فإنه يلزم غسل بوله كما في حديث أبي هريرة وأنس السابقين في بول الأعرابي. وفي هذا أيضا أن هذا الحكم خاص بالذكور دون الإناث على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن الأصل هو وجوب غسل البول، استثني في الصبي الذكر لدلالة عدد من الأحاديث منها حديث عائشة هذا، فيبقى الباقي على الأصل، ومن ذلك بول الأنثى. وفي هذا الحديث غسل النجاسات بالماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية الدعاء للصبيان والصغار بالخير والبركة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا جواز وضع الصبي في الحجر، حجر الإنسان، ولو لم يكن والدا له أو قريبا له. نعم. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة، أن رضي الله عنهما أنها قالت: دخلت بابن لي صغير لم يأكل الطعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذرة، فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق، وقال: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجن. قالت: فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قوله عن أم قيس بنت محصن الأسدية صحابية جليلة ممن أسلمت قديمة، وهي أخت عكاشة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: يا رسول الله، ادعوا الله أن أكون معهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعوا الله لي يا رسول الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث وقوله هنا: ودخلت بابن لي صغير، أي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأتت إليه في بيته لم يأكل الطعام بعد لصغر سنه، وكان يكتفي بشرب حليب أمه. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد أعلقت عنه من العذرة. العذرة مرض عبارة عن انتفاخ وشيء من الورم يكون بين الأنف والحلق، وكانوا يدخلون له خيطا أو سلكا أو طرفا من خرقة من أجل أن يذهب ذلك الورم بفشه وضربه، فكانت قد أدخلت هذا السلك أو طرف القماش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علام تدغرن أولادكن، أي لماذا تدخلن هذه الخرقة الملفوفة في أنف الصبي أو حلقه من أجل أن تفجروا هذا الورم الذي يكون فيه بهذا العلاق، يعني الخرقة الملفوفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود الهندي، القسط الهندي، فإن فيه 7 أشفية، يعني أنه يكون سبباً بإذن الله في شفاء عدد من الأمراض. قوله يستعط به من العذرة، أي أنه يستنشق به ويلد به من ذات الجنب. اللد هو الصب، الدواء في طرف من أطراف الفم، وذات الجنب مرض من أمراض الصدر تلصق الرئة فيه بالأضلاع. وقالت: فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، يعني أجلس الصبي، فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، وفي هذا الحديث هجرة المرأة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وفي هذا الحديث بيعة المرأة ومبايعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكن يبايعن باللفظ بدون المصافحة، لأن الرجل لا يصح له أن يمس المرأة الأجنبية. وفي الحديث تعريف المرأة بإخوانها وقرابتها، وفي الحديث الذهاب بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث دخول المرأة في بيت الرجل الأجنبي إذا لم يكن هناك خلوة ولم يكن هناك تهمة أو شبهة. وفي الحديث أن الصبي الذي لم يأكل الطعام فإن بوله ليست نجاسته مغلظة، بل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيها النضح ولا يلزم فيها الغسل. وفي هذا الحديث جواز التداوي والتطبب، بل استحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إليه، مما يدل على استحباب التداوي، خلافاً لقول بعض أهل العلم بكراهة التداوي أو عدم استحبابه بناءً على ظنهم أن ذلك يخالف التوكل على الله، بل فعل الأسباب نوع من أنواع التوكل. فكما أن الإنسان يتزوج ليأتيه الولد بإذن الله، وهذا سبب، ويمتهن ويعمل من أجل أن يكتسب، وهذا سبب، فهكذا فيما يتعلق بأمر التداوي والعلاج. وفي الحديث التزهيد في الاعتماد على الشائعات في الأدوية التي لم يتأكد من صحتها ويخشى من آثارها. وفي هذا الحديث
إباحة استعمال القسط الهندي والعود الهندي في التداوي، وفي الحديث أن من طرق التداوي الاستنشاق، وفيه أيضا أن من طرق التداوي إدخال الدواء في جانب من جوانب الفم، وفي الحديث أيضا بيان علاجين من علاجات مرضين مشهورين في ذلك الزمان، وفي الحديث وضع الصبي جالسا في حجر الرجل الأجنبي، وفي هذا الحديث أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، وفيه أن مما يحصل به التنظيف من النجاسات الماء. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال قائما، فانتبذت منه فأشار إلي، فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة: ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. قوله عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، أي نسير معا في طريق واحد، فأتى سباطة قوم، أي أرض مهملة ليس فيها شيء مما يستعمل وقد يكون فيها شيء من القاذورات، قال: خلف حائط، أي خلف بستان من البساتين، وكانوا يضعون على البساتين حوائط لئلا تدخلها البهائم فتتلفها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خلف الحائط حيث لا يراه أحد كما يقوم أحدكم فبال قائما، فقال: فانتبذت منه، يعني تأخرت وابتعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنحيت منه ليقضي حاجته، قال: فأشار إلي، يعني بعد أن قضى حاجته، فجئت فقمت عند عقبه، والعقب هو مؤخرة القدم، فحتى فرغ يعني من استجماره، ثم دعا بماء، أي طلب مني أن أحضر ماء، فجئته بماء فتوضأ بذلك الماء. قال: وكان أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه يشدد في البول ويؤكد على التنزه منه بأكبر قدر من طرائق التنزه والاحتراز، وكان يقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه، أي قطع المكان الذي فيه البول. وقال حذيفة: ليته أمسك، أي لم يذكر هذا، فإن الشرع على أن البول يكفي فيه الغسل ولا يحتاج إلى قطع الثياب من أجله، وطريقة بني إسرائيل في التشديد قد جاء الله جل وعلا بما يخفف علينا فيها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فقال حذيفة: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. ففي هذا الحديث مشي الرجلين معا سويا، وفي هذا الحديث البول في المكان الذي يكون متروكا عند الناس لا يستعملونه، وكانوا في الزمان الأول لا يضعون كنفا في بيوتهم وليس لديهم حمامات
وإنما يقضي الإنسان حاجته في البرية. وفي هذا الحديث جواز البول عند سباطة الآخرين، وفي الحديث أيضا جواز البول قائما لمن أمن تلويث نفسه من البول. وفي هذا الحديث البعد عن من يقضي حاجة حال قضاء الحاجة. وفي هذا الحديث مشروعية الاستجمار، وأن الاستجمار بالحصى ونحوه يكفي بعد قضاء الحاجة، وأنه لا يلزم الاستنجاء بل يكفي الاستجمار. فلو استجمر أحد بمناديل أو بنحوها أجزأه ذلك. وفي هذا الحديث الوضوء بالماء، قد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يتوضأ إلا بالماء، وقالوا لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل هذا على أن غير الماء لا يقوم مقامه. وذهب فقهاء الحنفية إلى جواز الوضوء بالموائع التي لها شبه وقرب من الماء، كنبيذ التمر بوضع التمر في الماء حتى يتغير، وقول الجمهور أقوى. والحديث الذي استدل به الحنفية في هذا الباب حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث اختلاف أبي موسى وحذيفة رضي الله عنهما في المسائل، ومنها مسألة البول. وفي الحديث تستر الإنسان عند قضاء حاجته، ولذا تستر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجته خلف الحائط. وفي هذا الحديث أن الصحابة كانوا يستدلون بشرع من قبلنا ما لم يرد دليل في شرعنا ينسخه. وفي الحديث أن شرع من قبلنا المخالف لشرعنا ليس شرعا لنا ولا يصح الاحتجاج به. وعن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فسألت فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة تحته ثم تقرضه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قولها جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فسألت، فمجيئها من أجل السؤال، فقالت أرأيت، يعني قدر وافرض أن إحدانا تحيض في الثوب، يعني يكون عليها ثوب فيأتيها الحيض وهي في ذلك الثوب، إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع، يعني ماذا تفعل من أجل تطهير ذلك الثوب وإزالة الدم عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة تحته، أي تقوم بحكه ومن أجل إزالة ذلك الدم. وذلك أنه في الغالب أنها لا تنتبه له إلا بعد مدة، ويكون قد يبس الدم فتحكه أولا من أجل إزالته ثم تقرصه بالماء، بمعنى أنها تدلكه من أجل أن يذهب بقية الدم الباقي على الثوب، وتنضحه أي تغمره بالماء ثم تصلي فيه لأنه أصبح حينئذ طاهرا. في هذا الحديث جواز استفتاء المرأة للفقيه الأجنبي عنها. وفي هذا الحديث
بيان أو جواز أن يكون للمرأة ثوب واحد تحيض فيه وتطهر وتصلي فيه. وفي هذا الحديث بيان أن الدم نجس، فأما الدم الحيضة فهذا محل اتفاق. والظاهر أن الأوائل من أهل القرون المتقدمة كانوا يرون نجاسة الدماء مطلقة، وقد حكى طائفة من العلماء الإجماع على نجاسة الدم، وإنما ورد خلاف بعد القرن الأول، وإنما عرف الخلاف في حواشي المحلى. وفي هذا الحديث أن النجاسة تتم إزالتها بغسلها بالماء، واستدل الجمهور على انحصار تطهير النجاسات بالماء وعدم إجزاء تطهير النجاسات بغير الماء، وخالفهم الحنفية على ما تقدم. وفي هذا الحديث طريقة غسل دم الحيض، وفي هذا الحديث أن الثوب الذي وقعت عليه نجاسة ثم تم تطهيره يجوز أن يصلى فيه. وفي هذا الحديث أن ما وقعت عليه نجاسة فإنه لا يتم تطهيره حتى يزول عين النجاسة عنه، أما إذا بقي عين النجاسة فإنه لا يحكم له بالطهارة. بارك الله فيكم وأسعدكم الله في دنياكم وأخراكم، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وتول جميع شأننا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح ذرارينا وأولادنا وبناتنا واجعلهم هادين مهديين صالحين مصلحين. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لوالدينا وأسكنهم فسيح جناتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تملأ قلوبنا من التقوى وأن تجعلنا من أهل البر والتقوى بفضلك وإحسانك، كما نسأله جل وعلا أن يصلح بلاد المسلم وأن يجعلهم متآلفين وأن يقضي حوائجهم وأن يتولى جميع شأنهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يجعل في ولاتهم الخير والبركة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين وأن يسعدنا جميعا بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.